من جمهورية مصر العربية انضموا إلينا عبر الهاتف الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نرحب بك في نشرة الأخبار. نتحدث بداية عن أهمية التضامن والتعاون العربي في تحقيق الأهداف العربية المنشودة. كل التحية لكم ولمشاهدي تلفزيون البحرين. مهم للغاية تحديد آليات وقواعد العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة، لا سيما وأن المنطقة تعاني أزمات مروعة تهدد ليس فقط أمن واستقرار دول المنطقة وإنما العالم أجمع، لما لها من ارتدادات جيوسياسية على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل الانتاج والتوريد وعلى مستقبل البشرية جمعاء. المنطقة بها ممرات مائية مهمة، بها مصادر النفط والغاز والطاقة، وبالتالي انعكاساتها مباشرة على الاقتصاد العالمي برمته. لذلك من المهم أن هذه المنطقة التي تعاني سيولة جيوسياسية منذ فترة أن يكون هناك نظام للأمن الإقليمي، وأن يكون هناك إعادة للعمل العربي المشترك، وتأكيد التنسيق بين الدول العربية على مختلف الأصعدة. وهذه القمة فرصة تستضيفها مملكة البحرين لتعيد السخم إلى العمل العربي المشترك مجددا. نعم دكتور بشير، نبقى في ذات السياق عندما نتحدث عن دور مملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك طبعا على الأصعدة كافة. نعم، مملكة البحرين معروفة بمواقفها المتوازنة وبأنها تتمتع بثقل وصدقية لدى كافة الأطراف العربية. نعم. ومن ثم تستطيع أن تقود جهود إيجابية وفاعلة على صعيد تقريب وجهات النظر بين الدول العربية وإيجاد أسس للعمل العربي المشترك ومساعدة الدول العربية المأزومة على تجاوز محنتها. أيضا تستطيع مملكة البحرين بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية أن يقودوا تحرك عربي مشترك من أجل إعادة بناء النظام الإقليمي العربي. نعم. وإعادة الفعالية للعمل العربي المشترك مجددا. نعم، إذن من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.